السلام عليكم. مساكم الله بالخير. هي لا كلمة ولا شيء. بعد الطبخ إن شاء الله عندنا اجتماع خاص وهام عند السرداب إن شاء الله. قبلها في بيطلع سعد الحين بيقول لنا إن شاء الله شغلة أرجوكم جميعا لازم كلنا نكون موجودين بعد الغداء. خلص السرداب ضروري يا شباب. تمام. انت كلمتك. حياك حياك سعد. السلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير يا شباب. بعد الغداء باذن الله تعالى انا كان عندي مسابقه ايام كنت سفير الوقف، مسابقه في رحاب السنه، وما كان ما قدروا الاعداد انهم يجيبون الجوائز في نفس الوقت، فتوها واصل الهدايا. فاتمنى منكم جميعا سواء كنت مشارك او غير مشارك انك فضلا لا امرا تحضر في الوقف لتكريم الفائزين في المسابقة. حلو. بعد الغداء بيكون سعد، وبعد ما نخلص من اليوم طبعا بيكون في وقف البركة صح؟ في وقف البركة. إيه. يا شباب إن شاء الله التكريم اليوم حق رحاب السنة، في إن شاء الله عندي مسابقة برضه بوقف البركة. أنا ما بح يا بالجمعية يا باللوكيشن الجديد إذا دشنا، فبختار أنا المكان وأعلمكم وخلص سالفة أحمد وخلص وخلي آخر السؤال. يعني بيكون بيكون آخر شيء. حلو. الترتيب بيكون إيه بعد الغداء نروح استرداب يا شباب. لا 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 بعد استرداب نحدد وين. لا قبل. لا لا كذي الوقفه خلينا اخر شيء. لا 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 الوقفه اخر شيء لاني انا باقي بسوي تجهيز عشان المسابقه. تمام. شباب المسابقه راح شو اسمها تكون